نرجع بقى مع نجيب ويماني ونتكلم عن نادي الزمالك ولقاء الزمالك بالامس امام المصري. ايه اكتر حاجه كانت بتميز الزمالك الموسم اللي فات او الموسمين اللي فاتوا؟ الكرات العرضيه، اميز رقم واكتر طريقه الزمالك كان بيخلق بيها فرص. احنا بنشاهد السنه دي من اول الموسم تراجع كبير جدا في ارقام الزمالك في الكرات العرضيه وخلق الفرص وتحويل الفرص لاهداف من الكرات العرضيه، رغم ان هو سجل في مباراه المصري امبارح عن طريق عرضيه من زيزو النيمار، بس عرضيه من وسط كام عرضيه بقى؟ حقيقه تغيير مركز زيزو اضر بالزمالك جدا 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 في الكرات العرضيه، يمكن دي كره الهدف بتاع زيزو ونيمار. طيب الزمالك عمل كام كره عرضيه بقى بالمنظر ده يا كابتن؟ يعني مباراه امبارح 90% استحواذ، 50% استحواذ الزمالك، 50% استحواذ المصري. 8 محاولات للمصري، 8 محاولات للزمالك، عدد التمريرات قريب جدا للفريقين من بعض، مفيش تفوق مطلق لحد، فالمباراه سيطره مشتركه. تعالوا لغايه الكرات العرضيه بقى، لو بدانا نعرض الحاله بتاع الكرات العرضيه قدامنا، الزمالك عنده 12 كره عرضيه بس في المباراه، المصري 22 كره عرضيه. يعني لاول مره الزمالك قصاد حد في المباراه سجال ما بين الطرفين ويخسر الكرات العرضيه بفرق الضعف تقريبا. طب ماشي، يمكن الزمالك متفوق في عدد الكرات العرضيه صح، مثلا الحقيقه ان الزمالك 4 كرات عرضيه صح بس من 12، والمصري برده 4 من 22. طب زيزو المهاجم معدل كبير قوي، 4 من 22 ده معدل قليل، 18% نسبه دقه 18%، معدل يعني 22 4 ده قليل قوي اصلا. بالظبط كده، الزمالك 4 من 12 يعني نسبه الثلث 33%. المشكله فين بقى؟ مين اللي لاعب كرات الزمالك العرضيه؟ والزمالك بيلعب 3 5 2 او بيلعب 3 4 3، يعني بيلعب على بطريقه فيها طرفين صراح وظيفتهم اصلا ارسال كرات عرضيه. مين لعب 12 كره عرضيه بتوع الزمالك؟ زيزو المهاجم ساب مركزه 8 مرات عشان يخرج يلعب كره عرضيه، منهم الاسيست اللي عمله لنيمار في الجون اللي شفناه من شويه. حمزه المثلوسي المساك ساب مركزه وخرج لعب على الخط ظهير ولعب 3 كرات عرضيه. امام عاشور لعيب خط الوسط خرج مره على الخط ولعب كره عرضيه. طب فين عمر جابر ونيمار؟ صفر، ما لعبوش اصلا ولا كره عرضيه. ودي مشكله الزمالك. الزمالك بقى بيستخدم، يعني الزمالك على الاطراف بدل ما كان بيستخدم زيزو واشرف بن شرقي واحمد ابو الفتوح، احمد فتوح فتوح اصابه دي قصه قدريه، ولكن بقى بيستخدم اطراف ما بتوصلش وما بتعرفش ترفع كرات عرضيه، وحتى ما بيحاولوش مش بيرفعوا، وفي مشكله في الدقه بتاعتهم. لكن مشكله الزمالك الحقيقه ان الاطراف بقت لا تجيد اصلا ارسال الكرات العرضيه، اذا كنا بنتكلم على عمر جابر او نيمار او عبد الله جمعه كمان لما نزل، رغم ان كان الوقت قليل جدا وقت مشاركته. فدي واحده من اكبر مشاكل بتواجه الزمالك. زيزو كالعاده هو الاربعه الصح بتوع الزمالك كلهم زيزو، زيزو نسبته 50%، يعني الزمالك عشان يجيب ال 33% دي جابها لان زيزو لوحده واصل 50%، 4 من 8، لكن حمزه المسلوسي نسبته صفر، امام عاشور نسبته صفر، بس يشكروا على المحاوله، وعمر جابر ونيمار ما حاولوش اصلا عشان نقدر نقيس مدى قدرتهم او نسبه الدقه بتاعتهم. الناحيه الثانيه المصري مشكلته اقل من الزمالك الحقيقه، الياس الجلاسي اللي هو صانع الالعاب راجل رقم 10 عمل 11 عرضيه من 22، بس هو بيلعب الكرات الثابته الحقيقه، بيلعب كالركنيات، بس هو النص ليه ونص الصح كمان، اللي 2 من 11 صح من الاربعه اللي هم اصلا صح من 22. طرفين المصري شغالين شويه عن طرفين الزمالك، كريم العراقي وحسين السيد. حسين السيد لاعب دولي مؤخرا بيدخل المنتخب ظهير ايسر مع محمد حمدي، فالحقيقه حسين بدا يتطور في الدوري جدا ومع كابتن هاب، وكان دخوله المنتخب منطقي، لعب 3 كرات عرضيه وكريم لعب 3 كرات عرضيه، واخيرا حسن علي لاعب خط الوسط لعب عرضيين، غير بقى بقيه اللعيبه كلهم وحيد يعني واحد واحد واحد. بس برضه في مشكله الزمالك بقى من الناحيه الشمال يا كابتن، صفر عرضيات صحيحه من الجانب الايسر، يعني الاربعه الصح بتوع الزمالك من الناحيه اليمين. فمشكله الزمالك انه لازم زيزو يسيب مركزه المهاجم ويروح الناحيه اليمين عشان يعرف يرفع كره عرضيه صح. طب ولما زيزو اصلا مؤخرا في اخر كام شهر مع فريرا من بدايه الموسم يا اما بيلعب مهاجم او جناح شمال زي ما حصل قدام النادي الاهلي في السوبر، لو ده حصل فعاليه الزمالك صفر تماما، ولا زيزو بيعرف يلعب جناح شمال، ولا زيزو بيعرف يلعب عرضيات من ناحيه الشمال، ولا حد في الزمالك حاليا في غياب احمد فتوح وبعد ما شان بن شرقي طبعا وعدم استبداله ببديل مناسب بيعرف يرفع كرة من ناحيه الشمال للزمالك، فالزمالك هجوميا من ناحيه الشمال صفر، ودي اكبر مشكله حاليا بتواجه الزمالك رغم انه فاز اخيرا امبارح بعرضيه من ناحيه اليمين. يتعامل ازاي ايهاب جلال مع المباراه اللي جايه بالارقام اللي انتوا قلتوها دي بقى والفرقتين بقى مكشوفين لبعض؟ بص كابتن، هو نجيب اتكلم عن نقطه مهمه جدا، وهي نقطه ان الزمالك، ودي من حاجات عامل استفهام من وجهه نظري في الرابع يعملها، انت عندك اقوى حاجه عند الزمالك كان الجناحين زيزو في اليمين وبن شرقي في الشمال. انا برضو ما اعرفش يعني ايه الفلسفه في الجزء ده، انت دلوقتي بن شرقي مش موجود، فانت بتعمل حاجه من اتنين، يا بتجيب زيزو مكانه
يا بتلعب زيزو مهاجم وانت ولا عندك الوينج رايت او الجناح الايمن اللي انت اعتمدت عليه قبل كده ولا عندك الجناح الشمال اللي انت اعتمدت عليه قبل كده، فانت افقدت نفسك قوتك، وسيف الجزيري كمان المهاجم بتاعك مش موجود عشان كاس العالم، فانت الثلاثه يعتبروا عندك مش موجودين. من وجهه نظري المصري انسب وقت انه كان يتفوق على الزمالك سواء في مباراه الكاس او المباراه القادمه، لان الزمالك هجوميا مش قوي. نجيب استعرض ارقام الكرات العرضيه لنادي الزمالك، وان الزمالك مش فعال هجوميا، واحنا شفنا حتى الزمالك عنده كمان مشاكل دفاعيه، في اكتر في كورتين عواد شالهم، في كره مروان حمدي عواد شالها ببراعه في الشوط الاولاني، لو كانت دخلت كان ممكن تقلب المباراه. وهنا بقى النقطه دايما الكابتن ايهاب جلال لازم يشتغل عليها، المواجهات الكبيره كابتن ايهاب جلال دايما مش بيبقى موفق فيها. وبالتالي دايما لما بنيجي نشوف نقيم المدير الفني، المدير الفني بيقيم في الماتشات الكبيره لانها اللي بتبان، هي دي اللي بتبان دايما والمشاهد. تقييمك ايه لكابتن ايهاب جلال؟ انا شايف كابتن ايهاب جلال من المديرين الفنيين الممتازين جدا، واكتر حد موجود في مصر مجتهد جدا وبيحاول يجتهد ودايما يدخل الجديد. طبعا في تجربه المنتخب اتظلم فيها ظلم يعني كبير جدا، ولكن على مستوى الانديه دايما مع الضغوط والانديه الجماهيريه مش بنلاقي الاجاده والتاثير الكبير. دايما بتلاقيه مع نادي غير جماهيري، وعشان انا كمدير فني اكبر واوصل لازم ابقى ادي بشكل كبير جدا وبشكل ممتاز مع نادي جماهيري. توقعاتك لمباراه العوده او المباراه القادمه المباراه الثانيه؟ اتوقع الزمالك يكسب المباراه الثانيه برضو. الزمالك يكسب.